هل فعلا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا الذي يجري أن الاحتلال الصهيوني يعيش في حالة من الانتصار، ونستطيع القول أن الاحتلال الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه المعلنة تجاه شعبنا الفلسطيني، وانكسر أمام ضربات المقاومة، واضطر اضطرارا خائبا أن ينسحب أمام ضربات المقاومة من طرف واحد. لازالت المقاومة حاضرة في الميدان لصد العدوان، ونحن ننتظر الساعات الأخيرة للإعلان الرسمي من المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق النار وتثبيت حالة التهدئة مع الاحتلال الصهيوني. طيب الآن يعني الميدان يشهد هدوء يعني من الجهتين، والمصادر تتحدث عن تحديد الساعة الثانية تحديدا لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. فيعني السؤال الآن عن بنود هذا الاتفاق، عن تفاصيله، خاصة ربطا مع المطالب والشروط التي وضعتها فصائل المقاومة. يعني أشرت وقلت أنه لا توجد ساعة محددة حتى الآن، ولم يعلن عن موعد رسمي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق حالة الهدوء. المقاومة الفلسطينية حتى الآن لم تقل الكلمة، والكلمة الفصل للمقاومة، والمقاومة هي التي تحدد المعادلة وقواعد الاشتباك. المقاومة لا زالت في الميدان، ونحن نؤكد أن شروط المقاومة التي وضعت في هذه المعركة هي حاضرة ولا زالت. وما انسحب العدو الصهيوني واندحر وهرب من امام ضربات المقاومه الا بعد ان تم تحقيق اهداف المعركه وشروط المقاومه الفلسطينيه.